سلام أحبائي، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية من رب العالمين. اليوم مثل ما شايفين رح نعمل كيك الكاستر الخفيف واقتصادي، وإن شاء الله رح تحبوه بأيام هالحر. هلأ بيكون بارد ومنعش. إذا حابين تعرفوا كيف بعمله بليز تفضلوا معي لمطبخ سلمى ونوروني بحضوركم الحلو. أول خطوة رح نعملها لهالأكلة الحلوة البسيطة، رح استعمل بسكوت الشاي، وما حطيت عليه ولا شيء، يعني ما بللته لا بحليب ولا بأي سائل. مثل ما شايفين ناشف، بس صفيته بقلب الصحن. وخلينا نروح لخطوتنا الجاي. حطيت بطنجرتي 4 كوب مقاس حليب، رح اضيف لهم 5 معالق سكر. انا ضفت 4 وهي الخامسة. اللي بيحبهاش حلوة يحط 4 ويضيف كما ويحركن. اذا حس حلاوتهن قليلة بالنسبة له يزيد الخامسة، واذا حس انه الخامسة لال كمان حلاوتهن قليلة يزيد كمان معلقة طعام. واكيد انا رح احط كل المقادير بصندوق الوصف، بليز تابعوني هناك. وبدي احط 4 معالق متلانين طعام مثل ما شايفين مسحوق الكاسترد. هاي 2، هاي 3، هاي 4. كل كوب حليب بياخد معلقة، فأنا رح أزيد زيادة على المقدار بس هالمعلقة عشان بدي قوامه يكون سميك عشان أقدر أشيله بمعلقتي. عم بحرك وكل هاد بعدني انا مش مولعة النار. وهلأ رح اولع ورح افضل احرك فيهن لحتى احصل على مزيج سميك. وهلأ بلش يسمك معي الخليط، شايفين ما شاء الله. هيك كافي، بس تشوفوه هيك بلش يتجمع. رح اطفي تحته احط اصبه فوق البسكوت. شايفين الجات عندي اخذ بالعرض 3 وبالطول 4.5 تقريبا. انا كمان عندي جات اكبر، هذا المقدار بحطه بجات اكبر. بالعاده بياخد كمان قطعه بسكوت، يعني بصير 4 ب4.5 او 5 اذا عندكم جات اكبر. سهلة جدا جدا، يعني أقل من نص ساعة بيكون هالجات عندكم جاهز وطيب وخفيف. هلا كل اللي بدي أعمله بدي أرجع أحط طبقة من البسكوت. هاي البسكوت طبعا الفراغات قطعت قطع صغيرة من البسكوت وحطيتها لأسد أي فراغ. وهلأ رح نروح لخطوتنا التالتي. هلأ رح نعمل خليط الكاكاو. بالمرحلة الأولى حطيت الحليب وبعدين عملت الإضافات، بس لما يكون في كاكاو بحب أعمل هالحركة. هناك حطيت 6 معالق سكر، فرح أحط أنا 2 3 4 5، هاي 6. بتحبوه احلى لانه الكاكاو بحتاج، لانه فيه شوية مرار بحتاج لشوية سكر زيادة، فيكو تضيف. رح احط انا 4 كوبايات حليب، لكل كوباية رح احط معلقة كاكاو. هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4. هاي بودرة الكاكاو، وفي انواع كتيرة طبعا. ومثل ما قلنا الكاستر كل كوب لما بنصبه بالكاسات بنعمل كل كوب حليب بياخد معلقة الكاستر. بس للصينية بحب اعمل بعد ما احط الاربع معالق بضيف كمان معلقة ليكون قوامها جامد وتطلع معنا قطع.
هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. بحركهم هيك ببعض. هاي الخطوة بتساعد على إنه السكر بس مندمج معهم يتحرك بسهولة الكاكاو والكستر. طنجرتي ناشفة مثل ما شايفين عشان ما يكبتل أي شي فيها. وهلأ رح أحط مقدار الحليب. أربعة كوب مقص. عم بحرك وبعدني مش مولعة النار. وهلا بعد ما اندمجوا مزبوط وراحت كل التكتلات، كل اللي بدي اعمله بدي اولع تحتن وافضل احرك فيهن مثل ما عملنا بالمرحله الاولى للكستر لحتى احصل على مزيج سميك. وهذا الخليط مثل ما شايفين بلش يسمك، مش راح اخليه على النار قد هداك لانه بدي وجه الكيك يكون مالس. هالقد كافي، راح اطفي وراح اصبه بسرعه وهو بهالليونه عشان يضل خليط ناعم اخر طبقه. وبرجع بقول هذا المقدار لجات اكبر، فيكو اربع بسكوتات بالعرض وخمسه بالطول، بس انا الجات اللي عندي اللي اكبر من هيك عامله فيه كيكه جوز الهند. وعلى فكرة أنا عاملة كيكة جوز الهند عندي على القناة، رح أحط لكم اللينك تبعها بصندوق الوصف تحت المقادير إذا حابين تجربوا هالكيكة. كمان خفيفة واقتصادية وكتير طيبة، رح تعجبكم. وهاي أكلتنا هيك أو وصفتنا صارت جاهزة. رح اتركها تبرد بحرارة المطبخ وبعدين احطها على الثلاجة تتماسك منيح. وهذا صحني بعد شي 3-4 ساعات بالثلاجة. وهلأ رح اقطع شقفة وافرجيكو اياها. دايما اول قطعة اصعب قطعة، بس ان شاء الله كل الامور تكون تمام. هاي قطعتنا البسكوت الكاستر الاصفر والكاستر الشوكولا. اذا بتحبوا بعد ما تحطوها بالصحن تزينوها باي نوع مكسرات عندكم. وهلأ نحنا بموسم الصيف والفواكه الفريش كلها طيبة، فيكو تحطوا فريز، كرز، أي نوع من أنواع البرز. هاي كيكتنا بعد ما قطعناها، شايفين الطبقات ما أحلاهن. والحلو إنه الكاستر متماسك بس بفضل زيادة هالمعلقة اللي مش متلاني. إذا عملتوا نص الكمية بليز بس ضيفوا زيادة نص من مسحوق الكاستر عشان تاخدوا نفس النتيجة. وأتمنى هالأكلة تنال إعجابكم ورضاكم، وألف صحة وعافية على قلوبكم وقلوب كل حبايبكم يا رب.